مدير ثانوية الحسن الثاني التأهيلية آسفي نيابة عن السيد المدير الإقليمي اللي كيتواجد في واحد المهمة حاليا. زرنا التلميذة حنان المتابتي في البيت ديالها مع رفقة الوالد ديالها والأسرة ديالها. جينا رفقة الإخوان ديال جمعية الآباء السيد الرئيس والأعضاء ديال المكتب أمين المال الكاتب العام إخوان. زرنا هاد البنية باش نحتفلوا بها في مقر السكنة ديالها. صراحة اللي هي فخر للمؤسسة والثانويات العمومية حاصلة على أول معدل في الإقليم بالنسبة للثانويات التأهيلية العمومية في بكالوريا شعبة العلوم الفيزيائية. شرف كبير للمدرسة العمومية، حمرات لينا الوجه ديالنا حنان. الآن غنقول كلمة للأخ رئيس جمعية الآباء. السلام عليكم، معكم لوزان رضوان رئيس جمعيه اباء ثانويه الحسن الثاني. اصاله عن نفسي ونيابه عن جميع اعضاء الجمعيه كنهنئ التلميذه حنان المتابتي اللي شرفات الابناء ديالنا وشرفات مؤسسه ثانويه الحسن الثاني اللي خلات تبارك الله بانها تكون هي الاولى على صعيد الاقليم بمعدل جد مميز. والحمد لله احنا كيبان لنا تبارك الله، لان كيبان لنا بانه راه التلاميذ ديالنا راهم جايين في تحسن. وكنشكروا السي عبد الرحيم القاضيري مدير ثانوية الحسن الثاني اللي كيبذل مجهود كبير من اجل التعليم، حصول التلاميذ على التعليم وعلى بيكونوا بانهم في احسن الظروف. وكذلك لنا الشكر الكبير والكبير جدا للسيد محمد زمهار المدير الاقليمي اللي تبارك الله عليه النهار تولى المسؤوليه ديال المديريه الاقليميه. تبدلت النسبه على صعيد الجهه بالنسبه للمديريه الاقليميه ديال اسفي، وتبارك الله رجل خدوم. وفي اي تلميذ ولا اي اب طرق الباب ديالو كيلقاه واجد. ومن هذا المنبر كنعاود نهنئ تلميذه حنان. شوف غادي المونتاج. انا الاسم ديالي المتابتي هشام، الاب ديال التلميذه حنان المتابتي. انا كنشكر الاساتذه ديالها والمدير ديالها والمؤسسه اللي كانت تقرا فيها، وما هما ما غتوصلش هاد المعدل. وهذا شرف ليا وشرف المؤسسه، وكنشكر رجال التعليم والمؤسسه على هذا الشيء والحمد لله. شكرا للمدير. السلام عليكم، الاسم كامل حنان المتابتي، تلميذه بثانويه الحسن الثاني التاهيليه بمدينه اسفي شعبة العلوم الفيزيائية، حاصلة على أول معدل على مستوى إقليم آسفي، المؤسسات العمومية على مستوى إقليم آسفي. صراحة أنا فرحانة بزاف بهذا المعدل اللي حصلت عليه، واللي شرفت به العائلة ديالي والمؤسسة، واللي كيرجع الفضل كامل لله سبحانه وتعالى اللي يسر لي الأمور، سهل لي مصعب في وقت الامتحان، ورضات الوالدين اللي كانت ديما مرافقاني. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بهذه المناسبة أي أثناء إعلان عن نتائج البكالوريا خلال الموسم الدراسي 2018-2019 تفاجأنا وكنا مسرورين عن النتائج التي حصلت عليها التلميذة حنان المتابتي شعبة العلوم الفيزيائية الثانية بكالوريا. هي نتيجة استجابت إلى تطلعات الآب والأم والأسرة بالإجماع، كذلك الإدارة الوصية ألا وهي ثانوية التأهيلية الحسن الثاني الذي يترأسها السيد المدير السي عبد الرحيم القضيري، كذلك إلى جانب الطاقم الإداري والتربوي. هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى المجهودات المبذولة من قبل الطاقم الإداري والتربوي إلى جانب تقديم ساعات الدعم والتقوية لفائدة تلاميذ وتلميذات ثانوية التأهيلية الحسن الثاني. فمن هذا المنبر نحن كشركاء كأعضاء جمعية آباء وأمهات التلاميذ بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في نجاح إلى أن حصلنا على هذه النتيجة التي أثلجت صدر الجميع، ألا وهي أعلى نقطة التي حصلت هذه التلميذة تابعة للثانوية التأهيلية الحسن الثاني. إذا لابد أن أذكر خلال السنة الماضية كانت المؤسسة
نتيجة لم تتلج الصدر، لكن خلال هذه السنة فثانوية الحسن الثاني حصلت على نتيجة تزحزح نحو الأمام، فهذا يتلج الصدر، وهذا كيشرفنا نحن كجمعية كفرقاء لهذه النتيجة التي حصلت هذه التلميذة. كذلك نتقدم بكل من ساهم في هذا النجاح وهذه النتيجة التي قد تكون ممتازة إلى ويكفينا فخر هذا النهار. الطاقم اللي زار البيت ديال حنا المتابتي اللي على رئيسه السيد المدير ورئيس جمعية الآباء وبعض الأطر الإدارية اللي شرفتنا في هذا النهار اللي كتشجع، هذا شيء كيشجع ولادنا على المثابرة وعلى المزيد في التعليم باش يحصلوا على معدل عالي ومعدل في المستوى. حنان المعدل ديالها شخصيا انا ما فاجئنيش، وانما كنت كنتوقع منها هذا المعدل، فهي تلميذه مواظبه، سلوكها جيد، تلميذه كتسهر على قرايتها، والفضل كيرجع للام ديالها والاب ديالها اللي عرفوا كيفاش يربوها وعرفوا كيفاش يجعلوا منها تلميذه بطله. كذلك الفضل كيرجع للاساتذه ديالها حسب ما قالت لي، انهم ما كانوش كيبخلوا عليهم باي حاجه، لا من ناحيه الدراسه ولا من ناحيه الدعم في نهايه السنه الدراسيه، والنتيجه راها باينه. حنان المتابتي حصلت على اول معدل على صعيد الاقليم اللي هو كيقارب اول معدل على الصعيد الوطني، ما كاينش واحد الفرق اللي هو كبير بزاف. ونتمنى لها التوفيق في دراستها العليا ونتمنى لها المزيد، مع انني انا متفائله وعارفه ان حنان غادي تكون بطله الغد، لانها احب حاجه عندها هي الدراسه ديالها، احب حاجه عندها هي العمل بجد وباخلاص. وكنكرر الشكر ديالي لجميع الاطر المؤسسات الثانويات الحسن الثاني، هذه المؤسسة اللي أنا كنفتخر بها كيف ما قلت، وكنعزها كثير، سجلت فيها أجمل ذكرياتي، ومؤسسة تستحق كل حقات ألف ألف مبروك. صحتك. شكرا كبير للاسره ديالها اللي سهرت على التربيه ديالها والمساعده ديالها، وخاصه الاب والام ديالها. الله يصلح البنيه والله يوفقها في المستقبل. نتمنى لها مسيره موفقه. نتمنى لها مسيره موفقه ان شاء الله تعالى. شي صوره جميله.